بصوا الصدمات بتيجي من ايه؟ خلينا اقول لكم الصوره الورديه بعدين نفندها علميا بقى وتنظيم. بتيجي لما هي مثلا مستنيه زوجها بتهيئها او خطيبها قال هرن عليه او عقد عليه مثلا قال جاي وهكذا، ومعديه كل الامور، لو زوجها تعد ليله جميله وقعده جميله ودنيا حلوه زي الفل تمام، ويجي هو كل داخل بكل فطور مش شايف اصلا، هو مش شايفها اصلا، وتحاول تلفت انتباهه باي رد فعل، فتلاقي الرد بقى بصوا الصادم، اول الم واول صدمه واول انسحاب، كارثه كارثه. لما تكرر زوجتك او خطيبتك او شريك حياتك اللي انت خلاص ناوي تكمل معاه واستقريت انه ينسحب، ليه انسحب؟ حصل الم ما تستحملوش الست، وليه عدم فهم منظومه الراجل؟ يحصل عنده غضب شديد وصوته بقى كاره، مش عايز يكمل، يقول لك مش عارف ايه اللي حصل لي، انا مش عارف، فركزوا معايا، يقول لها انا مش فاضي للكلام ده، يسفه اللي هي عاملاه او ما يشوفش اصلا، مش شايف اصلا اللي هي عاملاه ولا المجهود اللي هي بذلته علشان تسعده، مش شايف اصلا، ويقول ابقى بالي مشغول بحاجات اكبر من كده بقى، يا ريت نكبر مع بعض بقى وبلاش الهيافات دي. فانا اولا مش عايزاك تتصدمي انك مثلا كنت تعبانه في اول اليوم وقلتي له وبعدين نسي جه اخر اليوم ما قالكيش الف سلام، ما تتصدميش. وهقول لك ليه، ما انا هديك المفاتيح النهارده وانت كمان هقول لك تعمل ايه. نفس الكلام لما يبقى مش شايف انك رتبتي حاجه معينه او عملتي جمال مظهر معين، ما تتصدميش وهقول لك ايه. ما تتصدميش لما ما تسمعيش بحب كل 6 ساعات زي المضاد الحيوي، ما تتصدميش وهقول لك ليه. كل ده له وسائل على فكره، له وسائل ذكيه وكزوجه ولنا فيديوهات كتير على اليوتيوب تقدروا ترجعي لها، لكن خليني اقول ايه اللي بيخلي يحصل الصدام ذات نفسه، والفرق اصلا هو الفرق ايه اصلا ما بين اللي عايش في علاقته او اللي ناوي او عاقد او لسه مقبل او متزوج سعيد والتاني تعيس. حاجه بسيطه جدا جدا، الناس السعداء دولت بيتعاملوا تعامل حقيقي مع الواقع، هم عارفين الواقع ايه، عندهم اراء بتعتمد على الايه، على الواقع اللي موجود، حياديين فاهمين ان الدنيا مش عالم مثالي، مفيش خرافه الزوج المثالي والزوج اللي بيحقق كل حاجه، مش الكلام ده، والزوج اللي بيحقق كل حاجه والحاجات دي ليه، لانهم في الاساس ايه، العالم مش مكان مثالي واحنا عارفين الكلام ده. طب التعيس لا 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 لا، ده بكل حاجه بتحصل في الدنيا ده ظلم له، وده اصلا ظلم موجه له شخصيا يعني، وهو شايف اصلا عايش فين، في سقف التوقعات، ودي اول كارثه، رفع سقف التوقعات قوي في شريك الحياه كده. طب ايه المشكله لما نرفع سقف التوقعات ونتعامل نطلع مع بعض خطوه خطوه، ده حلو، ده اسلوب اداري صح، لكن ان انا انصدم ان اللي قدامي ما هوش على مستوى التوقع اللي في دماغي، هو ده اللي بيجيب الالم ويجيب الانسحاب عند المراه ويجيب غضب وسلطه وبعد وكره عند الراجل. الحب احفظوا معايا، الحب مش مجرد كلمات، الحب افعال، ومش افعال مره، ما انا قلت بقى لا ما انا عملت، لا لا لا، ده متكرره افعال على مدار سلاسل، المراه بتنسى والراجل نفس الكلام. لما تفضل تعمل الزوجه اسقاط ذهني لزوجها، انا بحبك، انا عايزاك سعيد، انا املي في الحياه انك تكون راضي وتكون سعيد، قول لي اسعدك ازاي، يا سلام، بس يشيلك فوق راسه، بس انت اعملي كده، مش مره بقى وخلاص وخلصنا. طيب تعالوا نشوف التوقعات والصدمات اللي ممكن تحصل عند الانثى وننتبه للنقاط دي، ويسبب عنها الم نفسي ورد فعل سلبي، وده اللي احنا بنعمل محاضراتنا عشان ما نتعرضلوش.